أهلا بحضراتكم من جديد. توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بخالص الشكر والتقدير للحكومة لتفاعلها المتميز مع ملاحظات النواب حول مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 و2025. وأكد جبالي تقدير المجلس للحكومة ولجميع مؤسسات الدولة لجهودها الملموسة في تحقيق التنمية الشاملة في ظل التحديات التي تواجه البلاد داخليا وخارجيا.